مش بيتنازل عن مبادئه. اه دي بقى مواصفات الشخص الناجح. يعني النهارده لو انا اتحطيت في موقف اني اقول الصدق مقابل اني اخسر مثلا او اني اتعاقب، لا انا هختار اني اقول الصدق. تمام. وانا متاكد ان ربنا هينجيني. ليه؟ لان انا عندي مبدا والمبدا ما بيتجزأش. لو انا جزأت مبادئي او لو انا عشت من غير مبدا، فاهلا وسهلا بحضرتك في فخ النجاح المزيف. لو حضرتك مش شخص مرن، فاهلا وسهلا بحضرتك في فخ النجاح المزيف. لو انا مش بعرف اتحمل مسؤوليه، لو انا مش عندي الناس بتقول عليا ايه في غيابي، هل الناس بتقول فعلا انت شخص داعم وسبورتيف وبيحافظ على الحاجه اللي في ايده وبيشجع اللي حواليه، وصلت للحاجه دي بمجهودي وتعبي ووقعت وقمت، غير لما حد عندي واسطه حطتني في الحته الفلانيه واقعد اتباهى انا في الشركه الفلانيه انا في المنصب الفلاني وافضل اترقى، بس في الاخر ده مش تعبي، يعني في غيري احق كمان بس مش لاقي ده، فلما هوصل بتعبي هبقى فخور، يعني ده النجاح حقيقي. يعني ده نجاح حقيقي فعلا. كمان احنا عندنا خلط في مفهوم النجاح والفشل. عندنا خلط في مفهوم الفشل، الفشل ده حاجه وحشه جدا، واوعى تفشل واوعى تدخل في المشروع ده لحسن تفشل، لا ده دفخ. الفخ انك انت تفتكر ان الفشل ده عدوك، في حين ان الفشل ده هو اول خطوه في النجاح. يعني لما شخص يخش في مجال جديد او يعمل حاجه جديده ويفشل، نقول له اهلا وسهلا بيك، انت كده على اول سلمه النجاح. ليه؟ لانه الفشل بيعلم، اللي ما فشلش ما جربش ما تعلمش، واللي ما جربش ما تعلمش. بيساوي خبره جديده. بالظبط، الفشل بيساوي خبره جديده. يعني نقدر نقول اللي خايف من الفشل او خايف يخسر حاجه ده اكتر انسان بيفشل في حياته. طيب هو في الاخر يقول لك اصل انا رزق ضيق، اصل انا مش عارف ايه بتاع، بس هو اصلا ما عندوش استعداد يبقى عنده ريسك ولا 10%. انا بدور دايما على المضمون، واللي بيدور دايما على المضمون هو هيفضل قاعد في دايره صغيره. يعني ده حقيقي فعلا. ولازم نفرق كمان بين الفشل والفشل للامام. يعني امتى اقول ده شخص فاشل؟ اللي ما بيحاولش، اللي ما بيجربش، اللي ما عندوش اصرار ولا مثابره ويكرر الخطا هو كل مره، نفس الطريقه ما اتعلمش. بالظبط. يعني اينشتاين كان ليه مقوله كده بتقول الغباء تعريفه انك انت تعمل نفس الغلط مرتين وتتوقع نتائج مختلفه. أيوة. يعني اعمل حاجه بنفس الطريقه واتوقع ان انا هحصل على نتائج مختلفه.